افضل لاعب في هذه الجوله تابع افضل لاعب هو لاعب بسام شاكر لاعب فريق الشرطه كابتن ابراهيم يستاهل لانه شرطاوي تقول له ابراهيم شرطه اي مو بديت يا عم الشرطه يلا دخل ابدي وياه هسه زعل يا اخي بشرفك بس حبيب بس طلع الشعار مال الشرطه قد حلو ها كل شعارات الانديه لا تسوي لنا مشاكل لا لا هو كل الشعارات حلوه ينطيك طمانينه مو انا هم شويه لا تميل لا تميل لا تميل بالبرنامج لا تميل لاحد ابد دير بالك وانت اول مره الشرطه وسالتني ما سالت تريد تورطنا هو ياتي يقول كل المحل اللي راح ندربه بقى بس هو بس هو راح يدرب هسه اجونا هسه راح تجي يلا اجونا على العموم لا بسام انا اعتبره حتى مظلوم مع المنتخبات الوطنيه الصراحه وبالفعل صحيح. لكن بالفترات السابقه كان الاصابات اللي عاني من عندها لكن انا اعتبره مع بعض اللاعبين مع احمد فرحان